مره ثانيه بقول ان احنا لابد من الالتفات الى السياقتين المستخدمتين اسرائيليا. احيانا يتحدثوا عن ضروره ابعاد اهل غزه بصوره قصريه، واحيانا يتحدثوا عن تشجيع الدول الاخرى على استقبال اهل غزه. في الحالتين احنا امام جريمه حرب متصوره وتحضر دوائر يمينيه متطرفه في اسرائيل، ولابد من الالتفات من جانبنا لمنعها وعدم التمكين لليمين الاسرائيلي من ممارسه هذه الجريمه. ساعات الصياغات الاسرائيليه اللي بتلقى قبول لدى اطراف، يعني زي ما كندا قدرت انها تقبل الصياغه بتاعه التهجير الناعم وفتحت ابوابها للفلسطينيين للدخول ولمده 3 سنوات تستطيع استقبالهم دون قيد او شرط كيفما يتم الاعلان في الصحافه الكنديه، لكن الصياغات دي برضو بتبقى لافتة للنظر جدا بالنسبة لي يا دكتور عمرو، وخصوصا في مسألة انه مرتين اسرائيل بتروج لمسألة ان هناك تعاون ما بينها وما بين مصر في مسألة محور فيلادلفيا وصلاح الدين وما الى ذلك. ما الذي تريد اسرائيل من وراء ترويج هذه المزاعم؟ لا شوف حضرتك، ده كلام غير صحيح، يعني قولا واحدا كلام غير صحيح، وكلام تم الرد عليه ليس فقط من الطرف المصري ولكن بصياغات مختلفة أيضا من أطراف دولية، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تتحدث وتشير إلى الدور المصري في سياقين محددين. السياق الأول هو العمل المصري المستمر سواء من جانب الحكومة أو من جانب المجتمع المدني المصري على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، يعني الكثيرون يتناسون حقيقة أن معبر رفح ليس هو المعبر الوحيد للقطاع، ولكن هناك معابر أخرى إسرائيل بتحكم إغلاقها وبتحكم فرض حصار جائر وغير إنساني، وهذه أيضا جريمة حرب على أهل فلسطين، ولولا معبر رفح لما دخلت مساعدات إنسانية إلى القطاع طوال الأسابيع والشهور الماضية. السياق الآخر للدور المصري هو سياق الوساطة. مصر بتعمل سواء في سياق الصفقة الأولى التبادلية للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والهدنة اللي استمرت لمدة أسبوع أو 8 أيام إذا ما تذكرت بدقة. الدور المصري سياقه الثاني هو الوساطة بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني للوصول إلى هدنة تتطور إلى يعني هدنة مؤقتة تتطور إلى هدنة طويلة ثم إلى وقت لإطلاق النار. وهذا باختصار شديد هو المعنى الوحيد للدبلوماسية والسياسة في هذه اللحظة، يعني لا توجد ملامح للدبلوماسية ولا سياسة غير الدور المصري، ومع الدور المصري كان في دور خطري طبعا في جهود الوساطة بين الأطراف المتحاربة. فالإشارات إلى تعاون أو ما إلى ذلك سواء في محور صلاح الدين أو غيره، الأمور المنظمة لمحور فيلادلفيا أو ما يسمى بمحور صلاح الدين منصوص عليها في مواثيق دولية، وهي مواثيق يعني بين مصر واسرائيل، وهي مواثيق ومعاهدات ملزمه واتفاقيات ملزمه للطرفين، والطرف المصري ملتزم، واي اخلال من جانب الطرف الاخر الطرف الاسرائيلي بمقتضيات هذه الاتفاقيات او المعاهدات هيستدعي بكل تاكيد رد مصري صريح. ف يعني سيب حضرتك من الكلام اللي بيتقال مش ده المهم، وعدم الالتفات اليه افضل من الرد عليه، لكن المهم ان احنا نركز مره اخرى في حوارنا مع الرأي العام المصري مع الرأي العام العربي والعالمي على المقومات الرئيسية والمحددات الرئيسية للدور المصري. واحد، منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال جريمة تهجير قصري أو تهجير نعم، واللي حضرتك قلته عن كندا خطير جدا خاصة لو انفتحت أبواب عواصم ودول أخرى، ودي مسألة خطيرة وهتلعب فيها الأموال والمصالح المالية واللوبيز وجماعات الضغط أبواب كبيرة، ولابد من الالتفات ليها بدقة شديدة جدا. فده أمر. الأمر الثاني هو التركيز على عدم فصل المسارات بين غزة من جهة وبين الضفة الغربية والقدس الشرقية من جهة أخرى، لأن هذا أيضا مفتاح لتصفية القضية الفلسطينية. لما حضرتك لما هنبتدي نتكلم عن غزة بس أو نتكلم عن الضفة والقدس بس وما نشوفش مرة أخرى الحل الضروري والتسوية السياسية اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، مش هنوصل لحاجه. فالافق السياسي هنا مهم بربط المسارات الفلسطينيه. المساله الثالثه التوافق الوطني الفلسطيني، لازم نتجاوز مساله تعدديه الاصوات الفلسطينيه وتناقضاتها الكثيره للوصول الى صوت وطني فلسطيني داخل منظمه التحرير في اطار منظمه التحرير
بالصيغه التي ترتضيها الاطراف الفلسطينيه ولا تفرضها عليها اي اطراف من الخارج. ومن هنا مساله ان مصر تقدر والاردن تقدر انها تشجع الاطراف الفلسطينيه على اداره هذا الحوار الوطني باستقلاليه، وينبغي عدم الانتظار طويلا، لان وقت ما الحرب هتخلص هيبقى الحديث مباشره عن من سيتولى اداره شؤون القطاع. صحيح. ولو ما فيش اجابه فلسطينيه واضحه وصريحه على من سيتولى اداره شؤون القطاع وباي صيغه من الصيغ تربط بينها بين القطاع وبين الضفه والقدس، انا اخشى ان احنا هنروح في اتجاهات اخطر بكثير مما كان عليه الحال قبل فرعون. صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسيه البارز والمعروف. طيب